جدا مشاهدي متسبيقا مشوف تي في كيف كتابعوا معنا مباشرة على قناة الشعب في المكان ديال تصفية الدكتور بدر. هذا ما يقع في هذه الأثناء، استنشاق غاز الهوليوم من طرف مجموعة من الشبان والشابات على المباشر. حاولنا نبعدو باش ميبانوش الوجوه. غاز الهوليوم اللي كيخلي شخص انه اللي كيستنشقو كيشعر بواحد الفرحة غير عادية، وهذا ما تلاحظونه وما ترونه امامكم ومباشرة على قناة شوف تيفي. مجموعة من الشبان والشابات لكي ياخذوا هاد المخدر. انتم تشوفوا الطريقة كيفاش كيحتفلوا كيفاش كيضحكوا. حقيقة أنا والله العظيم من أول مرة كنعرف هاد غاز الهوليوم هذا ولا شنو كيتسمى، حتى واحد السيد اتصل بيا هنا كيقتل هنا بمنطقة العنق، قال لي أجي تشوف شنو كيوقع في الليل، نتوما اللي كدوزو من هنا ومكتعرفوش هادشي، ها هو أشنو كيوقع مع شنو كيديرو ولاد الفشوش. وبالفعل لقيت داكشي اللي كيقول على صح. خويا شنو هادشي؟ السلام عليكم. بكم السلام. كلشي مزيان؟ الله يبارك فيك. الله يحفظك. شنو هاد غاز الهوليوم هذا؟ انا ما عرفتش واش ما عمري جربته، ولكن اللي كيقولوا عليه هو خويا مخدر اللي كيخلي واحد النشوه ديال الضحك تبدا تضحك بلا بلا ما تحس. يلا دي طارق. هي كتستعمل في اوروبا. هذا معجون ديال الفقراء. كتستعمل في اوروبا هادي. دخلات عندنا هنا المغرب. كيديروها في داك النفاخة؟ كيديروها في داك النفاخة وكيبقاو يستنشقو. كنشوف بأن داك السيد بواحد الوقت كيلوح شي حاجة. كيلوح البواطة باش كيعمر النفاخ. هاديك البواطة باش كتعمر النفاخ. واش حتى النفاخة كتلاح ولا هاديك؟ لا النفاخة كتلاح ملي كيسالي في الاستعمال ديالها كتلاح. دابا دوك الناس اللي في داك السياغ البيضاء كيستعملوا هاد الغاز ديال الهوليوم. واش هذا مخدر هذا؟ مخدر كيتعتبر من المخدرات بحال الكوكايين بحال شكرا خويا الله يكبر. مرحبا خويا. قلت لي انت دابا دي بلاصمو من المكناس جيتي لعند الدار ديالكم كيعاودوا لك على هادشي اتصلتي بقناة شوف تيفي. مرحبا خويا. شكرا على الاشاره. شكرا اخويا. شكرا. كنا مشاهدي ومتبعي قناة شوف تيفي كيف كتابعوا معنا مخدر لأول مرة. أنا شخصيا اللي عييت ما نخدم بالليل أول مرة كنعرف بأن هذا المخدر اللي سميتو الهوليوم. هاد السيد اتصل بقناة الشعب قناة شوف تيفي وقال بأن أجيو تشوفو شنو كيوقع في هاد في الليل في هاد المرعب اللي تم تصفية فيه ديال الدكتور بدر. كاين واحد المخدر اللي سميتو الهوليوم اللي كيخلي بنادم يضحك بلا ما يحس. وبالفعل جينا ولقينا داكشي بصح
واحد النفخه كيشدوها الناس كيشدوها اللي بغى يتخضى وكيبقى ينفخ فيها، ومن بعد كيلوح واحد بحال كابسيل صغير. هذيك الكابسيل فيها غاز ياك، فيها غاز، فيها غاز. هذاك الغاز هو اللي كيخلي بنادم انه يضحك بلا ما يحس. ولكن واش كتشوف بان هذا غادي يكون ادمان؟ ادمان يعني غيجي واحد الوقت اللي ما دارهاش ما يضحكش. دابا هادو 100% كيستعملوه ديما ديما. الا ما دارهاش ما يضحكش. دابا الى نعس وناض الصباح تبغي تهضر معاه غادي تلقاه معصب قلق سوشي يديرها باش عاد يضحك. اذا انتم كتشوفوا مشاهدينا الكرام مجموعه من الاشخاص اللي عادوا المكان من بعد ما كانوا مع شخص ربما واش كانوا ولا ما كانوش الله اعلم، انما صاحب الصيغه البيضاء اللي كيبان امامكم هو اللي كيستعملها. وانتم كتشوفوها هي، وانتم غادي نحاولوا اننا نقربوكم. ها هي الهوليوم اللي كتستعمل بواسطه نفخه، كيف كنقولوا ها هي النفخه. شوفوا مزيان ها هي النفخه كتبان لكم هنا، نحاولوا نزوميو ها هي النفخه كتبان هنايا. شو إذن مشاهدينا الكرام انتم كتشوفوا مباشرة على قناة الشعب، قناة شوف تي في، لحظة تعاطي مخدر الهوليوم اللي اكيد عدد ديال الناس اللي مكيعرفوش، انا اول مرة كنعرفو من بعد ما اتصلت بينا اتصل بينا الشخص اتصل بقناة الشعب قناة شوف تي في وجينا لنا اول مرة كنعرفو اللي كيستنشق عبرها نفاخة كنقولوا هيا النفخة كتبان لكم. الله يعفو على هاد الشباب ديالنا، نحاول نقربوكم أكثر مشاهدين الكرام بقاو معانا. هيا النفخة كتبان، شو هيا النفخة كتبان، هيا النفخة كتبان. النفخة كتبان، شتوها مشاهدينا الكرام هاهي النفخة كتبان. هانتوما هكذا يتم تعاطي لمخدر الهوليوم. هاهي النفخ، شتو هانتوما كتشوفو مشاهدينا الكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن شكرا مشاهدينا الكرام، غادي نضطرو نأتيو على نهاية هذا المباشر. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.